حتى في واحد الفترة من الفترات بداك الاستمرارية ما كانش، يعني الجيش في واحد الفترة من اللي كان التوصية أنه غيبقى ما غيبقاش، فيمكن أنه تما فين وقع واحد المشكل في الجيش، ولو أنه اللي يمكن أنه اثنيو عليه بزاف هو عبد الرزاق خيري. عبد الرزاق خيري لأنه كان ذكي في التعامل مع الفترة اللي يمكن أنه جا فيها، لأنه حافظ على الثوابت ديال التوصي وزاد اللمسة ديالو، وكنظن أنه فارق الجيش الملكي يمكن أنه الاستراتيجية ديالو ما كانش يمكن أنه كيركز على اللقب، ولكن كنظن أنه نجح، لأنه ماشي بالضرورة الفريق الناجح دائما هو اللي كيدير اللقب، فيمكن تكون الثاني وتكون فريق ناجح، وممكن تكون الثالث وتكون فريق ناجح، فقط لأنه البطولة خاص يفوز بها واحد، ماشي لأنه فاز بها فريق فالجميع فاشل. فإذا كان كنقولوا الثاني أو الثالث أو الرابع فاشل، فاش غنقولوا اللي كيحتل المركز الخامس عشر أو السادس عشر أو الثالث عشر؟ إذا فريق الجيش كنظن أنه على المستوى العام فهو الآن عنده قاعدة ديال الفريق اللي يمكن أنه يتنافس، باقي التنافس على المستوى الإفريقي، الثاني فهو كيأهلوا لعصبة الأبطال الإفريقية، وكنظن أنه فريق الجيش دار موسم ناجح بكل المقاييس، بالنظر أنه الظروف اللي عاش بها، وبالنظر كذلك يمكن أنه حتى الاستثمار اللي دار فهو استثمار يمكن أقل من الرجاء بكثير، ومع ذلك فهو نافس الرجاء الآخر 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 يمكن أنه سباق. واش لعبت اللي كتعرف القديوي؟ نقدر نقول لك شاكير، نقدر نقول لك حمال، بقالي، السعيدي، خصنا لاعبين في هذا المستوى ديال هاد اللاعبين، فباش مني غيب السعيدي ما لقاوش مشكل في المكان اللي غيقدر يخدمه، وكتكون حتى بالنسبه للمدرب غيكون المشكل المدرب، ولكن بالنسبه للفريق غادي يكون ارتياحيه كبيره، والجماهير العسكريه والثقه كبيره على انه اللي غيكون حاضر غيقدر يقضي في نفس الوقت، فهذا هو المشكل اللي خص يفكر فيه فريق الجيش الملكي في التيده بلاعبين عندهم البروفيل ديال فريق الجيش الملكي. فشنو هو البروفيل؟ اللي لعبتي في الفرقه حتى الواحد اللي لعبتي في هذه الفرقه هذه؟ فاولا البروفيل ديال فريق الجيش الملكي هو لاعب اللي عنده طموح اولا، فخصو يجي يكون فريق الجيش الملكي بالنسبه ليه اون فيترين اللي يمشي يحلق فيها في سماء الاحترام، فهذا هو البروفيل اللي كيبغي فريق الجيش الملكي، باش تكون ما كاينلاش ولا لاعب اللي غنجيبوه باموال طائله وغيجي غيجلس دك الاحتياط، اللاعب اللي خصو تكون عنده طموح ويتاقلم ويكون عنده كيعرف يتعامل مع المشكل والعدو اللدود ديال اللاعب اللي هو الضغط. فهاد اللعبه كنقول لاعب وكنقول المدرب اللي ما كيقدرش على الضغط من الاحسن يمشي يجلس في الدار، فهذه اللعبه ديال الضغط خصك تكون عندك قوه و